نوادي اللايونز ببيروت وبشكل متواصل وعلى مدار السنة بتقدم خدمات صحية عديدة، تحديدا اليوم رح نحكي عن هالخدمات الصحية وأكثر عن الحملة اللي عم تقوم فيها نوادي اللايونز للكشف المبكر عن سرطان الثدي. ضيوفنا اليوم هن دكتور نصر الله بورجي، وهو يعني أخصائي بالجراحة النسائية وجينيكولوج ومن جمعية اللايونز، وأستاذ زياد داغر وهو أمين سر نادي اللايونز 3S. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. بشكل هيك سريع، خدمات صحية عديدة بتقدموها بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، دكتور بورجي شو هي؟ صحيح. هلا نحن بجمعية اللايونز عندنا خدمات كثير بنأديها، من بينات الخدمات الصحية أو الخدمات الطبية. نحن بدأنا بالبداية من أكثر من 15 سنة بحملات للبصر أو للنظر، ورجعنا كمان زدنا هالخدمات وبلشنا من تقريبا حوالي سنة 2006 بحملات للكشف المبكر لسرطان الثدي، وكمان طورنا كمان الحملات، ومن حوالي سنتين ثلاثة بدأنا كمان بحملات للسمع والنطق. ونحن حقيقة عندنا نوعين من الحملات اللي بنعملهم، في حملات ضمن مراكز ثابتة موجودة بلبنان، وفي حملات كمان ضمن مراكز نقالة، يعني مثل عم بيكونوا مثل عيادات نقالة عم بتجول بكل المناطق اللبنانية. هلا كمراكز ثابتة موجودة بلبنان عندنا بالنسبة للنظر للبصر مركز خاص لللايونز موجود بمستشفى ظهر الباشق، مركز ثاني موجود بمستشفى البوار الحكومي، مركز ثالث موجود بمستشفى طرابلس الحكومي، بالاضافه الى كمان مركز خاص موجود بمنطقه الكوره بمنطقه بشمزين. وهدول خدمات مجانيه بتقدموها للكل، كل اللي بحاجه لفحوصات بالنظر. اليوم عم تقوموا بحمله كشف مبكر لسرطان الثدي تحديدا بمنطقه جلدي. صحيح. خبرنا عنها استاذ داغر. اليوم الحمله بلشت الساعه 10 بكره، وبلش الساعة 10 عندنا كل الفحوصات، رح نعمل فحص سرطان الثدي المبكر، فحص السكري، فحص السمع، فحص النظر، يعني. كل شيء. ومين ما بده بيقدر يجي ويقوم مين ما بده، من عمر سنة لعمر 99 سنة، مفتوحة للكل ومجانا. وكيف تعلنوا عنها عادة؟ يعني كيف بيعرفوا أهالي جل الدين بأنه اليوم نادي اللايونز عامل هالحملة وبتقدروا تروحوا وتعملوا هالفحوصات؟ الحقيقة تواصلنا مع أهالي المنطقة والضواحي بواسطة البلدية، بواسطة الجمعية، جمعية بنية جل الدين، بواسطة الإذاعات بقى والمعارف تبعنا والأحزاب الموجودة بالمنطقة. ولحد هلا يعني صرنا الظهر تقريبا في إقبال على طبعا في إقبال كثير كبير، وبدنا بدنا نشجع العالم تينزلوا، لأنه نحن بقينا الساعة 4 والصحة ما بنلعب فيها. مين بيعمل هالفحوصات أستاذ داغر؟ عندنا بكل دومين، عندنا بكل هذا طبيب أخصائي كمان بيكون متطوع يمكن لحتى يقوم بهالفحوصات للكل. طبعا. قديش مهم الكشف المبكر عن الثدي وهالحمله اللي بتقوموا فيها؟ قديه بتكتشفوا سرطانات؟ كثير مهمه هالحملات، لانه ضروري يكون في توعيه بالبدايه، ونحن اصلا بالجمعيه بنعمل كثير محاضرات توعيه على مدار السنه. وبدي اذكر كمان شغله بالنسبه للحملات للكشف المبكر لسرطان الثدي، نحن عندنا عيادتين نقاله، وهالعيادات فيها اجهزه كامله، يعني كل عياده هي بمثابه مثل فان، في بقلبه كذا غرفه، فيهم جوا آلة الماموغرافي، الايكوغرافي، في غرفه مشان تظهير الصور، في غرفه كمان للفحص السريري وللطبيب، والنتائج بتطلع كمان بنهايه كل حمله وبتاخذها السيده بنهايه كل حمله، حتى في ارشادات كمان بنعطيها للسيدات في حال انه بين في اي اشكال عندها. ضروري مثل ما عم بتقولي انه ضروري انه يكون في توعيه كثير مهمه، ونحن عم نقوم فيها كحملات بالجمعيه، وعم نشوف اقبال كثير حقيقه، خصوصا بالمناطق النائيه البعيده اللي يمكن في عدم اكتراث او في اهمال اكثر بهالموضوع، وقت اللي عم بيوصل لعندهم توصل لعندهم هالعياده النقاليه، الخدمه بتوصل لعندهم بتصير احيان اكيد. يعني ما ننسى انه في اثنين افانتاج، اول شيء عم توصل الخدمه لعندهم، ثاني شيء هي مجانيه، فاذا ما في سبب حقيقه ما يكون في اقبال. استاذ داغر، كلمه اخيره اليوم لاهالي جل الدين بنيه والمنطقه، يعني مناطق ضواحي المجاوره، لتشجعهم قبل الساعة 4 انه يعني يخضعوا لهم. اكيد بقول لهم بعد عنا 4 ساعات، مطلوب من الكل ما يتردد ابدا، ينزلوا يعملوا كل هالفحوصات، وهي مجانا من عمر سنه لعمر الاربع سنين، لعمر 99 سوري. وهالحمله هي برعايه بنك المياه والمهجر بدعم منهم، وهن متحملين متكفلين بكل هالحمله كلها سوا. نحن نقول لكم موفقين ان شاء الله على طول بهالحملات اللي بتخدم المجتمع اللبناني. اهلا وسهلا فيكم، جود لك. ميرسي. صار وقت نقول صباح الخير لكارين. صباح الخير كارين. كيفك ناديه؟ كيفك انت اليوم؟ الحمد لله كثير. شو عندنا اليوم بكتاب؟ اليوم كتاب اديسيون سبيسيال محور عن سيره ذاتيه، هو الكاتب كان مدمن
على المسكنات، طلع منا وكتب قصة حلوة كتير. أكيد بيكون في كمان بروفيسور طبيب مختص بعلم النفس دكتور أنطون بستاني ووالد الكاتب تنشوف العيلة قد بتكون موجودة وبتساعد. حلو. لكن نادي قبل ما كمان بدي استغنم الفرصة أن أتشكر كل الصحفيين اللي عم بيكتبوا يعني مقالات كتير حلوة، إن كان الأوريانتال أو بريستيج أو الأنوار أو الأسبوع العربي، لأنه ما بيكون في لايف ومش عم لاحق قول. وأكيد لمدرسة معهد ماريوسف عينتوغا اللي مباحة كرمني، وكان في توقيع لكتابي أيضاً اللي بيروح كله لسيسوبيل، وبقول إنه الكتاب بون بير لغوا دي موند موجود بكل المكتبات، ريعه كله لمؤسسة سيسوبيل، وأكيد بهمني إنه يكون موجود بكل عائلة، لأنه كمان عن العائلة وعن الأب. موفقة كارن، رح نتابعك بكتابك.